أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوتي في الله انطلق صوت الحق صوت لا إله إلا الله محمدا رسول الله معلنا أذان المغرب هنا في رحاب بيت الله الحرام وقد ودعنا يوما من أحلى وأجمل الأيام في هذا الشهر الكريم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا إنه سميع مجيب الدعاء. وهنا الجميع يلهج بالذكر والدعاء بعد أن أفطروا على حبات من التمر وماء زمزم المبارك وهم في انتظار أداء الصلاة أداء صلاة المغرب بحول الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاه سبحانه وتعالى. يا من لا يشغله شيء عن شيء ويا من أحاط علمه بما ذرأ وبرأ ويا عالما بخفيات الأمور وأنت بالمنزل الأعلى
وعلمك محيط بالمنزل الأدنى. نستعين بك يا الله ونتوكل عليك ونستغفرك، فاغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا، ونسألك يا الله الثبات في جميع الأحوال. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، نسألك يا الله ألا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. ونحن الآن أيها الأحبة في انتظار إقامة صلاة مغرب هذا اليوم، وها هي جموع المسلمين، وكما تشاهدون عبر شاشات التلفزيون وقد امتلأت جميع جوانب بيت الله الحرام بقاصديه الذين قدموا في ساعات مبكرة من هذا اليوم، يوم الجمعة، خير الأيام وخير يوم طلعت فيه الشمس. في العشر الأواخر من شهر رمضان الكل يجتهد بالعمل فيها أكثر من غيرها، فكما ورد في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. وفي الصحيحين عنها أنها قالت: إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. ومن خصائص العشر الأواخر الاعتكاف اقتداء بالسنة المحمدية، فقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف معه أصحابه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وصح عنه صلى الله عليه وسلم: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح.
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا الله أكبر الله الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا